السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم تميم في قناة تميم تميم. اليوم عندنا فيديو جديد واللي هو راح أقراكم قصة أنا مألفها. يلا نبدأ. بسم الله. قبل لا نبدأ لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. يلا نبدأ. بسم الله. أنا اسم عنوان القصة أنا أحب الأسماك. يلا نبدأ. بسم الله. كان هناك ولد اسمه صالح. قال صالح: أنا أحب أن أشاهد الأسماك، أبي يعمل بصيد الأسماك. رجع أبو صالح. قال صالح: أبي، أيمكنك أن تصطحبني معك إلى العمل؟ أيمكنك أن تصطحبني أن تصطحبني معك إلى العمل؟ قال الوالد: حسنا يا بني. اصطحب الوالد صالح ليشتري ملابس الصيادين. اشترى صالح ملابس الصيادين. قال الوالد: سأخذك بكرة إن شاء الله. وفي اليوم التالي اصطحب الوالد صالحا إلى عمله. وكذا خلصت القصة. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. ومع السلامة.